يعني كابتن رمضان السيد المدير الفني لفريق الرجاء. مساء الخير عليك يا كابتن. كابتن رمضان، الكبار تحياتي لحضرتك. انا همام يا كابتن وحشين رمضان. يا ابو الكبات كابتن، يعني تحياتنا لحضرتك طبعا، وتحيات كابتن ماهر وكابتن محمد حشيش طبعا في الاستوديو. هارد لك النهارده، لكن مباراه هزيمه، ولكن طبعا انتوا النهارده يعني هزيمه، وانتوا بتتكلموا في مباراه يمكن الماتش اللي في او الاسبوع اللي فات 18 اللي احنا بنتكلم فيه، وانت كسبان المقاولون العرب اللي المتقدم حاليا على فريق الاسماعيلي. هي كره القدم مجنونه يا كابتن شويه، ولكن تعادل قبليها محمد، اكيد انتوا اجتهدتوا بشكل كبير، وتعادل قبليها كمان قبل المقاولون العرب. يعني يا محمد انا اقول لك حاجه يا محمد، احنا مباراتين لعبناهم، لعبنا ثلاث مباريات ومباراه النهارده، يعني لعبنا الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري افضل فرقه عملت انتقالات في يناير، يعني افضل فرقه في المسابقه كلها. المقاولين العرب اعتقد من الفرق القويه جدا في المسابقه السنه دي، وعاملين موسم قوي جدا، وبدليل ان هم متقدمين على الاسماعيلي بهدفين. صحيح، احنا كسبنا الحمد لله، جمعنا اربع نقاط من المباراتين، ودي حاجه كويسه قوي. مباراه النهارده احنا 20 دقيقه جايبين جول ومتقدمين بجول، ومضيعين كورتين، كوره لديفيد اللي هو الديفندر ده، هو انفراد تام، وكرة الاوكا ده المهاجم بتاعت المهاجم برضه انفراد. يعني كان لو واحده من دول جم كان كنا ممكن نعدي المباراه. والاخيره يا كابتن رمضان اللي بضربه راس دي، هارد لك فيها الاخيره، الاخيره دي، لكن انا يعني كانت فرقت كتير قوي. يعني الحكم الحقيقه الضربه دي ثلاث ضربات جزاء فيهم الاولانيه والثانيه وعاد خالص، وعاد خالص عن ضربات الجزاء. ده مش هدف ايه، مش انا اللي بتكلم، ده كل المحللين اللي موجودين في كل الاستديوهات قال لك لا، الاولانيه والثانيه مش ضربات جزاء خالص. ضربتك فيها ظلم كبير جدا جدا. يعني الاولانيه ده المدافع بتاعنا بيلعب الكوره وراح مطلعها، ما لمسش اللعيب خالص. التانية الحارس لما في الانفراد راح شايل ايديه بعد ايديه. طب يا جماعه لا، يعني برضك ثلاث ضربات جزاء في 12 دقيقة. يعني ورغم ذلك احنا الشوط الثاني يا ماهر بالظبط، والشوط الثاني حشيش ويا فاروق، احنا الحمد لله يمكن رايحين رايحين المرمى بشكل، كنا قريبين جدا ان احنا نجيب هدف التعادل، لكن يمكن واحدة في خطا دفاع كده في ميس باص في نهاية المباراة جاب الجول الثالث. لكن انا بقول يعني هارد لك لعبتنا، اللي عملنا مباراة كويسة، واحنا لسه بدري، لسه بدري قوي، واحنا مصممين ان احنا نلعب ونقاتل على اخر صفارة في المسابقة ان شاء الله. يمكن وانت بتتكلم على اخر صفارة في المسابقة كابتن، يعني الطموح اللي موجود اكيد عند حضرتك وعند اللاعبين ومجلس اداره الرجاء ان التواجد في الدوري الممتاز، يعني الفتره الجايه، الفتره اللي جايه كابتن بقى انتوا هتعملوا ايه لهذه الجزئيه؟ طيب احنا يعني يمكن دعمنا الحقيقه في يناير برضه بصفقات كويسه. احنا عندنا في مهاجم ايرغاني ستيفن ده، وغازي من تونس، وسط مهاجم، الاثنين دولت احنا متعاقدين معاهم بقى لنا 10 ايام بس، البطاقه الدوليه لسه ما وصلتش. يعني هي المفروض ان هي هتوصل اليومين الجايين دولت، احنا دول هيعملوا لنا اضافه الحقيقه في المرحله اللي جايه ديت. زائد النهارده مثلا محمد عبد الله لعب، كنا برضه جايبين من فاركو برضه اثبت وجوده. يعني احنا الصفقات عاملين حوالي 6-7 صفقات، يعني الحمد لله اثبتوا وجودهم خلال مباراتين الاتحاد والمقاولين العرب، ومباراه النهارده محمد عبد الله زي ما قلت لك يا محمد هو اللي احرز الهدف. فبالتالي احنا عندنا لا، الصفقات اللي جايه ان شاء الله باذن الله هتبقى يعني تعمل لنا اضافه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، بالتوفيق ليكم. لكن قبل ما اقفل مع حضرتك، بس رايك في مباراه الامس بالنسبه لو تابعتها، مباراه الاهلي والطلاع يا كابتن؟ طبعا تابعتها طبعا. الاهلي يعني انا في رايي ان الاهلي بيلعب كوره، يعني بقاله موسمين كوره قريبه جدا من الكوره الاوروبيه، انتشار بلمسه واحده، بلمسه ولعبه بالحقيقه، يعني بيتحركوا في المساحات بشكل كويس قوي. الضغط لما بيفقدوا الكوره، الاهلي تيم كبير جدا 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 في المسابقه. يعني في رايي يعني هو معدي يعني كل الانديه بمراحل كثيره جدا. يعني سؤال يا كابتن بساله لكل الناس صراحه، تتوقع ان شاء الله حسم بطوله الدوري بدري شويه عن السنه اللي فاتت مثلا بالنسبه للنادي الاهلي، ولا تتوقع حاجه عكس كده يا كابتن؟ هو انا مش بتوقع على النتائج اللي موجوده دلوقتي واللي هي بتقرب النادي الاهلي، والنادي الاهلي ممكن يبقى متصدر مثلا بستة بونت او خمسة بونت، لكن انا بقول على الاداء، اداء النادي الاهلي بصراحه. يعني انت بتتكلم في مباراه الزمالك، بتتكلم في مباراه المصري، في مباراه السوبر، بتتكلم في مباراه امبارح طلائع الجيش، لا اداء عالي جدا جدا جدا، اداء انا في رايي من افضل الفرق اللي موجوده طبعا في افريقيا. يعني بتلعب كوره، وكوره قريبه قوي من الكوره الاوروبيه الحقيقه. كابتن انتوا المفروض تقريبا بعد ماتشين الاهلي هيواجه الرجاء،
بعد ماتش المقاصه. بعد ماتش المقاصه، المباراه اللي بعد القادمه ان شاء الله. استعدادات بقى كهل بتفكر من دلوقتي ازاي هتواجه النادي الاهلي كابتن رمضان؟ ده طبيعي يعني. حمل تقيل. ما تفكرش نبدا ماتش بماتش يعني. دلوقتي يعني. ماتش بماتش. يا كابتن رمضان الحقيقه يعني بأشيد بال بالتغير في اداء الفرقه بتاعت الرجاء خلال الفتره اللي انت مسكت فيها، بغض النظر عن نتيجه يعني المباراه النهارده دي بالظبط، انما انت كسبان المقاولين العرب والمقاولين العرب الفرقه القويه جدا في الدوري المصري، وتحس ان بقى في شكل للفرقه، اعتقد انها محتاجه منك وقت اكتر ان شاء الله انك يعني المستوى يبقى اعلى والنتائج ان شاء الله تخدمك يعني. بس مش محظوظ عشان باذن الله ودعواتك عشيش انت ان شاء الله. مش محظوظ ان رمضان جه في وقت متاخر طبعا. رمضان مدربين الاكفاء جدا محترمين جدا عنده فكر وعنده جوانب هجوميه وعنده كره حديثه بيلعبها رمضان، هو لعيب كره جامد عنده ثقه بشكل كبير جدا، لكن هو مع الاسف الوقت الوقت يمكن الوقت رمضان، لو رمضان مع الفرقه دي من بدايه الموسم كنت اتفرج على فرقه الرجاء ومع الاختيارات من البدايه طبعا بتاعت يناير، فكان كان ممكن يبقى الرجاء موقفه افضل من كده بشكل كبير جدا. وبعدين يا كابتن رمضان الخمسه للترتيب الاخير الفرات بسيطه، يعني ماتش مكسب او ماتشين ان شاء الله باذن الله يبقى في مركز متقدم ان شاء الله يعني. اهم حاجه الطموح عند اللعيبه يا كابتن بقى. انت عارف يا مهور ايوه رمضان الفرق مثلا اربع نقاط يعني بالظبط بالظبط كده بالظبط هو التعامل يعني الفرقه اللي هي 16 بونت يعني بتتكلم في ماتشين تعامل الاتحاد 16 وطنطا 16 جدا التعامل معاهم في هذه يعني وان شاء الله خلصتك على الفرق اللي معاك بالظبط كابتن رمضان السيد طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا السابقين وحاجه محترمه جدا ومدير فني على اعلى مستوى بالتوفيق كابتن ليك ان شاء الله مع فريق الرجاء وهارد لك النهارده وان كان كانت في مباراه قبل كده يعني كنت بقدم فيها بشكل مميز وكسبتوا فيها لكن هي دي كره القدم يوم كده ويوم كده